الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، والصلاة والسلام على سيد البشر الشفيع المشفع في المحشر، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الأحبة الكرام، أسأل الله جل وعلا أن يجمعني وإياكم مع النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في الجنة، كما أسأله كذلك ألا يحرمنا وإياكم من شرف الدعوة إليه والدلالة عليه وكرامة البلاغ عن نبيه صلى الله عليه وسلم. مع هذه السلسلة المباركة، وهي سلسلة معرفة أسماء الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته، كنت قد تحدثت في الجمعة الماضية عن اسم الله العزيز سبحانه وتعالى، ونحن اليوم بصدد اسم من أسماء الجمال، لأن العزيز والحكيم من أسماء الجلال. فأود أن أذكر في مقابل اسم من أسماء الجلال اسم من أسماء الجلال أو الجمال، وهو اسم الله الولي، الولي سبحانه وتعالى. أيها الأحبة، جاء اسم الله الولي في القرآن 15 مرة، 15 مرة، ومن ذلك قوله تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، سورة البقرة، وقوله سبحانه في سورة النساء: وكفى بالله وليا. جاء في كتاب الله كما ذكرت 15 مرة. ومعنى اسم الله الولي أيها الأحبة، الولي في اللغة وهو القريب، القرب والدنو. تقول مثلا: فلان ولي فلان، أي أنه تولى أمره، أو أنه بمعنى الصهر، أو ولي الأمر الذي يتولى أمره، أو القريب وهو ضد البعد وضد العداوة. إنما فلان ولي فلان لأنه تولى أمره. تقول مثلا: فلان ولي أمر فلان، أن فلان جاء بولي أمره، أي الذي يتولى شؤونه والذي يقوم على رعايته والذي يتفقد أحواله. أيها الأحبة، الإنسان دائما ينتابه خوف. هذا الخوف إما خوف من المستقبل، وإما خوف من الفقر، وإما خوف من النار، وإما خوف على مستقبله في الآخرة. وكلنا هذا الرجل، وكلنا هذا الرجل، ومنا من يخاف على دنياه، ومن يخاف على أولاده، ومن إلى كل هذه المخاوف. إن علمت أن ولي أمرك الذي يتولى أمرك سبحانه وتعالى هو الحي الذي لا يموت، فلا تخاف، لأن الولي هو الذي يتولى أمرك، هو الذي يتولى شؤون رعايتك، هو الذي يدبر لك أمورك، والذي يربي لك أبنائك، والذي يتولى رزقك سبحانه وتعالى. إن غرست في قلبك وفي إيمانك وفي عقيدتك هذا الشعور، ذهب عنك الخوف، ذهب عنك الخوف، لأنه بمقارنة البشر، الإنسان عندما يعلم أن له معرفة أو قريبا أو وليا، بمعنى قريب في مكان ما، تجد أنه لا يخاف، لا يخاف أن يقضي مصلحته في هذا المكان، أو أنه لا يخاف من أن يذهب. ليه؟ لأن فلان قريبي مثلا، أو فلان ولي أمري، أو إلى غير ذلك. وعلى المثال مثلا، عندما تجد طالبا وقع في مشكلة أو في ضائقة، وقال له مدرسوه أو معلموه: ائت بولي أمرك. فجاء ولي الأمر وهو يتحدث مع ابنه أو يتحدث مع قريبه، فالولد تجد أنه لا يخاف لأنه معه ولي أمره. ولله المثل الأعلى سبحانه وتعالى. إن أردت ألا تخاف، وأن تبدد هذه المخاوف كلها، وأن تكون مطمئنا سعيدا في حياتك، فلتجعل ولايتك للولي سبحانه وتعالى، فلتسلم أمورك للولي، الولي سبحانه وتعالى. أقول لك ولنفسي:
وكفى بالله وليا، كفى به وليا سبحانه وتعالى، فما تظن أنه فاعل بك؟ وإذا لم يتولى أمرك فكيف تكون حياتك؟ إذا لم يتولى أمرك الولي فكيف تكون حياتك؟ تكون حياة بائسة، تكون حياة مليئة بالخوف، تكون حياة مليئة بالتعاسة. لماذا؟ لأنك بعيد عن الولي، لأنك بعيد عن الولي. أقول لك ولنفسي إن من أشد العقوبات من عقوبات الله للعبد أن يكلك إلى نفسك، أن يكلك إلى نفسك. أنت مبسوط بنفسك، مبسوط بذكائك، مبسوط يعني دائما دائم الثناء على نفسك، ولا تنسب الفضل للولي سبحانه وتعالى، وتجد الإنسان مغترا بقوته وبشبابه وإلى غير ذلك، تجد أن هذه الأمور كلها ستنتهي ويكلك إلى نفسك سبحانه وتعالى. فإن من أشد العقوبات أن يكلك الحق أو الولي سبحانه وتعالى إلى نفسك. أيها الأحبة، الولاية نوعان، الولاية نوعان: ولاية عامة والله يتولى بها شؤون جميع خلقه من الحيوانات والدواب والهوام إلى غير ذلك، الله ما خلق من دابة إلا ويتولى أمرها ويتولى رزقها سبحانه وتعالى، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. كذلك أيضا هناك ولاية أخرى وهي المقصودة، وهي الولاية الخاصة، وهي ولاية المحبة والتوفيق والنصرة، وهي بهذا المعنى خاصة بالمؤمنين المتقين، وهي التي تثمر في قلوب أوليائه، أولياء الله تبارك وتعالى، الطمأنينة والثقة في نصرته سبحانه وتعالى وكفايته كما قال ذلك، بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. أيها الأحبة، كذلك أيضا لو أن الإنسان يعني يعلم هذه الولاية الخاصة، أن الله يتولى كل شؤونك، أن الله يدبر لك أمورك، أن الله سبحانه وتعالى يرتب لك أمرك ويدبر لك كل ما خفي عنك، فلا تحزن ولا تقلق، لأنه من كان الله معه فمن عليه، ومن كان الله عليه فمن معه سبحانه وتعالى، وهو يتولى الصالحين. الولي أيها الأحبة، الولي هم من هو الولي؟ من هو الولي؟ ليس كما يظنه الجاهلون، يعني الولاية تبقى بالدروشة والانسحاب عن الحياة وإلى غير، لا لا لا، ليس كذلك الأمر. إنما الولي هو كل مؤمن تقي فهو لله ولي، كل مؤمن تقي فهو لله ولي. أي واحد بيخاف ربنا ويجعل رضا الله سبحانه وتعالى أمام عينيه وهو أول شيء في حياته، فهذا هو الولي الحق، هذا هو الولي الحق. ربما يكون داعية إلى الله تبارك وتعالى، ربما يكون في مديرا، ربما يكون وزيرا، ربما يكون كذا، ربما يكون كذا في كل نواحي الحياة، إلا أن شعاره هو تقوى الله سبحانه وتعالى والخوف منه، وأن يجعل رضا ربه أول شيء ينظر إليه ويطلبه. فهذه هي الولاية الحقة، كما كان يعني قال بعض أهل العلم بهذا المعنى: كان أبو بكر وعمر بن الخطاب وليين في ميدان الحكم والسياسة، وكان خالد بن الوليد ولي الله في ميدان العسكرية، وكان معاذ بن جبل ولي الله في ميدان التربية والتعليم، وكان عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان وليين لله في ميدان التجارة والأعمال. كثير يعني كل شيء يرضي الله سبحانه وتعالى، وتجد مثلا فلان وفقه الله تبارك وتعالى لأن يدعو إلى الله وأن يدل الناس على الخير، وابتغاءه في ذلك وهدفه في هذا إنما هو رضا الخالق ورضا الولي سبحانه وتعالى. أيها الأحبة، يوسف عليه السلام، سيدنا يوسف عليه السلام عندما ارتقى سدة الحكم
بعد حياة حافلة بتولي الله سبحانه وتعالى لأمره. قال رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. لم ينسى يوسف شكر ربه الذي تولاه في جميع مراحل حياته. لو أنك نظرت في سيرة نبي الله يوسف عليه السلام تجد عجبا، تجد عجبا كيف أنه من إخوانه، من كيد إخوانه إلى غير هذه، والأمر لا يخفى عليكم، إلى أن جعله الله في هذه المكانة وبوأه. من الذي تولاه؟ من الذي دبر له شؤونه؟ من الذي أخرجه ونجاه من كل هذه المهالك والمخاطر؟ إنه الولي سبحانه وتعالى. ولذلك شكر ربه، قال أنت ولي في الدنيا والآخرة. لقد رأى يوسف كيف تولاه الولي في كل الأوقات، فظل متعلقا بهذا الاسم العظيم حتى آخر لحظة له في دنياه، فما غاب عنه عند احتضاره وموته. ولقد رأى أن الله تولاه في الدنيا فطمع في الولاية الأعظم، وهي ولاية الآخرة، أن يتولاك ربك في الآخرة، أن يتولاك ربك عند موتك فيوفقك سبحانه وتعالى إلى حسن الخاتمة، وأن تموت على التوحيد، وأن تنطق بلا إله إلا الله، وهذه أعظم الولاية. أن يوفقك، أن يتولاك ربك وأنت في قبرك، وعندما يأتيك الملكان ويسألانك من ربك فتجيب على الفور: ربي الله. من نبيك؟ محمد صلى الله عليه وسلم. وما دينك؟ الإسلام. أن يوفقك، أن يتولاك ربك وأنت في أرض المحشر، أن يتولاك ربك عند دخولك الجنة، وهذه هي أعظم الولاية. وللحديث بقية بإذن الله تبارك وتعالى، سنكمل غدا في فجر السبت بإذن الله تبارك وتعالى مع اسم الله الولي، حتى لا أطيل عليكم ولا أنسى أن أذكر نفسي وإياكم ونحن في يوم الجمعة بكثرة الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وسلم. فقد طلب منا ذلك، قال: أكثروا علي من الصلاة فيه، وحقه علينا كبير بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، فما ترك من خير إلا ودلنا عليه، وما ترك من شر إلا وحذرنا منه. كذلك أيضا أذكر نفسي وإياكم بهذا الحديث العظيم، وهو تطبيقا عمليا وثوابا كبيرا، يعني ذكر به، افعله، طبقه، وذكر به غيرك، فالدال على الخير كفاعله، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام واستمع ولم يلغو كان له كل خطوة مشاها أجر صيام سنة وقيامها. والحديث صحيح بسنده. فقال الإمام ابن خزيمة: ما علمنا حديثا في فضائل الأعمال مثل هذا الحديث. كذلك أيضا أذكر نفسي وإياكم بقراءة سورة الكهف، فإنها تضيء ما بين الجمعتين. كذلك أيضا أيها الأحبة، كثرة الدعاء، فإن في هذا اليوم ساعة إجابة. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم إلى ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم ارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، توفنا وأنت راض عنا، ردنا والمسلمين إلى دينك مردا جميلا. اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك، أسعدنا بتقواك، امنحنا رضاك، اجمعنا مع حبيبك ومصطفاك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، واقسم لنا من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، واقسم لنا من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ارفع مقتك وغضبك عنا، ومن شرور خلقك سلمنا، وإلى غيرك لا تكلنا، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، أصلح لنا شأننا كله، أصلح لنا شأننا كله، أنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم فرج عن أمة محمد فرجا عاجلا قريبا، فرج هم المسلمين في كل مكان،
أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، ردنا والمسلمين إلى دينك مردا جميلا. اللهم ما أنزلت في هذا اليوم من خير وبركة وسعة رزق وتيسير أمر وتوفيق إلى طاعة وحفظ ولطف، فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب. وما أنزلت فيه من سوء وبلاء وفتنة فاصرفه عنا يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شكر الله لكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.